صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، وعايز اقول لكم ان الجو حلو النهارده بجد، يعني هوا حلو، وانزلوا وشوفوا بلدكم وفسحوا اولادكم واخرجوا واتركوا زي ما بيقولوا الطاقات السلبية. كل شيء في الدنيا ان شاء الله بيتحل بإذن الله. هنتكلم النهارده على خطورة الحروق والإسعافات الأولية، وجزء مهم جدا إنه لما بتحصل المشكلة دي ما بنبقاش عارفين نعمل إيه، فبتحصل إفتاءات كتير ممكن تأثر بالسلب بعد كده لو رحنا للطبيب المعالج. خليني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم فقرتنا الثابتة لكل يوم سبت مع الأستاذ الدكتور منير ويليام كبير، أطباء التجميل في مصر. صباح الخير يا فندم، برحب حضرتك. نتكلم على حروق فروة الرأس النهارده وخطورة حروق فروة الرأس، وحضرتك تكلمنا بقى عن بتحصل كارثة كده ما بنبقاش عارفين ايه اللي نعمله خاصة في عملية الحروق الا المية او اذا كان في تلج. اتفضل يا فندم. شوف سيادتك، الحروق في البداية عبارة عن اصابة تحدث في الجلد نتيجة حرارة، دي ممكن تكون ماسكة الجلد او تتعمق لغاية لما تمسك الانسجة تحت الجلد، ممكن توصل للعضلات، ممكن توصل لغاية الاوتار، ممكن توصل لغاية العظم. هي دي الحروق. في ثلاث مشاكل رهيبة مشكلة بتنتج عن الحروق. المشكلة الأولى ما يسمى بالصدمة العصبية، النيوروجينيك شوك. أي واحد بيتحرق بتبقى فيه صدمة في الأول. المشكلة الثانية فقدان السوائل. لو الحروق دي شالت حتة من الجلد، في سوائل في داخل الجسم، بلازما وحاجات زي كده، يبتدي تفقدها الجسم، وقد يكون نزيف وقد يكون حاجات زي كده. المشكلة الثالثة اللي هو الخلل بالتوازن الأيوني. يعني إيه؟ معروف إن أي خلية جوه جسم الإنسان معظم مكوناتها من الصوديوم، وبره الخليه معظم المكونات من البوتاسيوم. لو حصل خلل في نسبه الصوديوم والبوتاسيوم الانسان اتلخبط، طب الدنيا اتلخبطت. فدي خطوره الحروق، سواء كانت في فروه الراس، كانت في اليد، كانت في الصدر، كانت في الرجل، وهكذا. نعم، هي دي الخطوره الاساسيه من الحروق اللي ناخد بالنا فيها احنا بنتعامل معاها. الاسباب يا فندم، اسباب الحقيقه انا لما بتكلم عن الحروق في اسباب كثيره جدا. المجموعه الاولى احنا هنتكلم فيها مجموعه الحروق الناتجه عن اللهب، النار، السوائل المغليه دي الاولى. المجموعه الثانيه الحروق الناتجه عن المواد الكيميائيه، صودا قويه، ميه نار، حاجات زي كده. المجموعه الثالثه مجموعه الحروق الناتجه عن اللهب. واحد يدخل في منطقه كلها حروق، كلها دخان، كلها هلب لهب، يبص يلاقي الدخان دخل جوه الحنجره، التنفس ده بقى فيه احتقان، وتبقى مشكله كبيره جدا مش عارف يتنفس. المجموعة الرابعة من الحروق، الحروق الناتجة عن تيار كهربائي، واحد مسك كهرباء تيار كهربائي، ايه النتيجة بتاعتها وايه الفرق بينها وبين باقي الحروق. المجموعة الخامسة الحروق الناتجة عن التفاعلات النووية، حاجة ضربت اشعاع او حاجة ضربت في مكان معين، ايه اللي بيحصل وايه الفرق بينها وبين باقي انواع الحروق. حضرتك كلمتنا عن شكل الحروق وتأثيرها، عايزين نعرف الدرجات بتاعت الحروق دي، لانه احنا بنسمع في درجة اولى، درجة تانية، درجة تالتة، ده للعامة يعني، وبيبقى تشخيص الطبيب من النظرة الأولى يقولك ده حرق من الدرجة الثانية مثلا يعني. فهمنا أكتر يا دكتور منير. شوف أنا سعيد بالكلام ده. حروق الدرجة الأولى هي التي تصيب البشرة بس، الطبقة السطحية، ودي يكون فيها تورم، فيها ألم، فيها احتقان، في ما فيهاش بصور، ما فيهاش خروح، ما فيهاش خراريك، دي الدرجة الأولى. زي الحرق الناتج عن الشمس، ضربة شمس جات، أو واحد قاعد على البحر جاله حرق، او بعض الحالات المياه الفاتره الساخنه اللي هي ممكن تنزل على الايد، وهكذا فتعمل التهاب. النوع الثاني من الحروق اللي هو الدرجه الثانيه، لا دي سابت البشره ودخلت على النسيج اللي تحت البشره، ابتدت تحرق فيه، ابتدى يحصل قدامي ان النسيج ده ابتدى يتكون فقاعات، ابتدى يتكون التهابات، ابتدى يبان قدامي، قد يبان وتر او قد تبان عضله، وهكذا. ده الدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه لا، اعمق، حرق عضله وابتدى يدخل على العظم. هنا بقت الدرجة الثالثة. فالأولى سطحية على البشرة، الثانية دخلت شوية عند الأدمة وعند الأنسجة، الثالثة دخلت على العظم. هي دي الثلاث درجات. المقصود بقانون رقم 9 في تشخيص حروق الجسم. شوف سيادتك، احنا مش معقول نتكلم عن العمق بتاع الحروق من غير ما نتكلم عن نسبة الحروق. واحد يقول لك ده حرق 13%، ده حرق 20%، ده حرق 5%. احنا قسمنا الجسم بقانون رقم 9، ودينا الرأس 9%، ودينا الصدر 18%، ودينا الظهر 18%، الذراع كاملا 9، الذراع كاملا 9، الساق كاملا 18، الساق كاملا 18، المنطقة التناسلية 1%. فلو عندك حرق مثلا في منطقة الصدر حتة محدودة،
الصدر كله 18%، فانت بتحسبها بينك وبين نفسك. أيه. دي 3%، دي 7%، حته داخله على الرقبه بقت 5%، داخله في حته من الدراع بقت 7%، فهي دي النسب. فانت تقدر دلوقتي كل واحد باصص علينا يعرف الحرق ده نسبته كام في المية من ال ودرجته كام في الاولى ولا تانية ولا ثالثه. أيه. الدرجه هي العمق وصل قد ايه والنسبه هي قد ايه. الحقيقه لما بقول هذا الكلام ليه؟ لان انا يهمني الحالات اللي انا اخدها ادخلها المستشفى. لو الحرق اكتر من 10% في الطفل لازم ادخله المستشفى، اكتر من 15% في شخص بالغ ادخله المستشفى، لو حرق موجود في الايدين او في الراس او في المنطقه التناسليه ادخله المستشفى. لو حرق في مريض تعبان نفسيا او فقير مش قادر يتعايش ويقعد في البيت واقدر اعمل له غيارات ادخله المستشفى. لو حرق كهربائي ايا تكون نسبته، وانا بركز على حرق التيار الكهربائي، لازم يدخل في المستشفى، لان الحرق بتاع التيار الكهربائي فيه مشاكل هنشوفها مع بعض. خليني بقى استغل وجود حضرتك معايا يا دكتور وتقول لنا الاسعافات الاوليه للحروق، سواء السوائل سواء المواد الكيميائيه اللي بتبقى موجوده في البيت، طفل صغير وقع عليه حاجه سخنه، من فضلك قول لنا بسرعه ايه هي الاسعافات الاوليه. شوف سيادتك، الاسعافات الاوليه للسوائل غير المواد الكيميائيه. لو بدينا باللهب او السوائل، اهم حاجه عندك ان يكون عندك ميه ساقعه او تلج. اللي يقال عن معجون السنان او اللي يقال عن المراهم او اللي يقال عن الشحوم، دي حاجه يمكن بنعرضها دلوقتي بعض الحالات اللي فيها عمليات لف شرائح، دي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه. لكن هي الاسعاف الاولي ان انا افصل المريض بتاعي، اتعامل معاه بتلج، ابعد عن الحاجات اللي مش مظبوطه زي ما قلت لسيادتك عليها. واحد يقول لك معجون سنان، واحد يقول لك مراهم، واحد يقول لك بول، واحد يقول لك معجون السنان دي ايه يعني. ده كلام غير علمي وليس له اساس علمي، انما انا بتكلم على انك تعزل المريض، تدي له مهدئ، تدي له سوائل عشان تخلي الكليه تطلع السموم اللي موجوده في الجسم بكميه كبيره، تدي له كمان لبن لو قدرت، لان ما يسمى بالستريس ألسر بتتكون قرحه في المعده لو الحرق كبير بنسبه معينه. فده بيكون نتيجه السموم الموجوده في داخل الناتجه عن هذا الحرق، فانت لو اديته حاجه تحمي جدار المعده هتقدر تساعده. هي دي الحاجه الاولانيه، سوائل ومسكنات وتلج، وحاوله عزل المريض او لفه وتدفئته. الجزء المعرض بتدي له تلج وباقي الجسم بتدفيه. هو ده الاسعاف الاولي بالنسبه للحروق ناتجه عن لهب او عن مياه سخنه. اما المواد الكيميائيه فدي حكايه تانية. المواد الكيميائيه نمره 1 ونمره 2 ونمره 10، ان الحرق الناتج عن ماده كيميائيه لازم ميه على طول، تاخد المريض بتاعك ده وتحطه تحت الميه بكميات كبيره. ثم اذا كان الحرق ده ناتج عن ماده قلويه زي الصودا الكاويه، انت تجيب ماده حمضيه في البيت. ده ايه ده دكتور؟ ده حرق دي الحقيقه احنا بنتكلم عن حروق فروه الراس. اللي بنعرضه قدامنا دي واحده بنت عندها حرق كان موجود في فروه الراس، وبعدين هنشوف ان احنا عملنا لها ممدد انسجه وبعدين شلنا هذا الممدد. هنا واحده عندها حرق في فروه الراس، الحرق ماسك منطقه كبيره. المكان اللي معلم فيه انا ده عباره عن المكان اللي فيه الحرق. فانا بعمل في المكان ده بالكامل، انا بشيله وبلف شريحه من فروه الراس، يعني باخد حته جلد من ورا او من الجنب او من الخلف ومدها بدم بتاعها بطريقه معينه بحيث انقلها الى الامام، بحيث انك انت تقدر تعمل خط امامي. وبعد كده سهل انك تعمل زرع شعر في المنطقه الخلفيه. دي عمليه بتتعمل في جلسه واحده والمريض يقدر يستفاد. المريض بدل ما ويخرج الشعر تاني بالظبط، بدل ما كان نص راسه مفهوش شعر، بقى عندك الشعر موجود بكل الحد بتاعه. الحروق دي بتبقى عن طريق لهب او مواد كيماويه ايا يكون درجتها، يعني جميع انواع الحروق تقدر تتعامل معاها بهذه العمليه. انما انا بتكلم على الاسعاف الاولي. لو كان عندك ماده كاويه زي الصودا الكاويه، بعد ما تستخدم الميه بتجيب ماده حمضيه. عندنا ايه في البيت حمضي؟ الخل. نجيب ازازه خل ونفس نخففها بنفس تركيزها بالميه ونحطها على المكان. نفس التركيز مش نحط من الازازه؟ لا مش من الازازه، لا نفس الكميه بالميه بنخففها وبعدين بنحطها على المكان اللي فيه الحرق اللي هو الكلوي. انما لو كان حمضي زي ميه نار بنشوفها بنسمع عنها يعني ابتدت تقل الحاجات دي دلوقتي، انما حاجه زي ميه النار انا قلت 1 و2 و3 ميه، وبعد كده تجيب ماده قلويه. الماده القلويه عندنا ايه في البيت؟ بيكربونات الصوديوم، معلقتين كبار على لتر ميه دافيه وندوبه ونحطه على مكان الحرق، نقدر نتعامل مع هذا الحرق بطريقه كبيره. في حرق ممكن يكون ناتج يا استاذ عن الفينول،
ده فينول بنستخدمه في التنظيف وحاجات زي كده اهو. ممكن بعد استخدام الميه استخدم الكحول الموجود الطبي الموجود عندنا يعمل تعادل، اقدر الاثار الجانبيه الناتجه عن الحرق اتلاشاها واقدر اتعامل بيها. ودي معلومه مهمه جدا ان احنا نقدر نستخدم او نلحق المريض بتاعنا عشان نقدر نعالجه ويبقى مفيش اثار جانبيه. الحقيقه يا استاذ طارق الاسعافات الاوليه تقدر تنقذ المريض من 4-5 عمليات كان ممكن يعملهم لو هو جري بسرعه واستفاد بعامل الوقت. استعمل ميه، استعمل ثلج، استعمل ماده معادله لو كان حمض كيميائي وهكذا، نقدر ننقذ المريض ده بطريقه كبيره قوي. جميل. هنتكلم على خطورة الحروق الناتجة عن التيار الكهربائي والإسعافات الأولية ليها، لأنه أنا أتخيل أنه ده برضو ليه إسعافات مختلفة. طبعا طبعا طبعا. الحقيقة التيار الكهربائي عبارة عن تيار مشكلته الآتي، أن الكهرباء ماسكة في حتة، فدي مكان فيه حاجة اسمها نقطة الدخول. قد تكون من الرأس، قد تكون من اليد، قد تكون من القدم وهكذا. وبعدين بيمشي في مسار معين. المسار اللي هو بيمشي فيه، واخد بال سيادتك ازاي، بيكون ماشي قد يمر على مركز التنفس وقد يمر على مركز القلب. اذا مر على مركز التنفس، يعني هنا في حاله برضو قدام سيادتك احنا بنعرضها فيها لف شرايح بطريقه معينه. طبعا دول كلهم ولادنا، واحنا محتاجين ان العيان بتاعنا يكون اسعد انسان وانه يقدر يتعامل مع المجتمع. انت اللي تقدر تساعده ازاي وتقدر تدخل معاه ازاي، خاصه لو كان في تشوهات زي دي بيقدر ما بيقابلش المجتمع ما بيقدرش يتابع حياته. يعني بالظبط كده سيادتك، لو مسكت الحرق الكهربائي زي ما قلت لك بيدخل من نقطه ويمشي جوه الجسم. لو دخل من نقطه مثلا في الراس ومشي على جذع المخ على مركز التنفس، المريض ده نفسه بيقف. يبقى هنا المسعف محتاج انه يعمل قبله الحياه اللي هو التنفس الصناعي. لو نقطه الدخول دي مرت على مركز القلب، القلب بيقف، يبقى هنا المريض محتاج يعمل تدليك. هنا قرحه نتيجه عن تيار كهربائي زي ما انت ده شايف، كهرباء. دي عنيفه جدا بتدخل لغايه العظم في الجمجمه وبتاكل هنا اللسعه كبيره جدا في مريض زي هذا المريض. الحقيقه ده على طول اول ما تبص على المنظر تقول ده حرق ناتج عن تيار كهربائي. تيار كهربائي دي حاجه صعبه جدا طبعا، زي ما انت شايف بينحت وبياكل بطريقه عميقه جدا. ولو مر على مركز القلب، القلب وقف محتاج تعمل تدليك. لو مر على مركز التنفس، التنفس وقف ومحتاج تعمل قبله الحياه. حاجه خطيره هي الحاجات دي. عشان اتكلم فيها الاسعاف الاولي هنا مهم جدا يا استاذ طارق. اول خطوه في الاسعاف الاولي انك تفصل التيار الكهربائي طبعا، ما تقربش من المريض اللي عنده حرق، تروح تمسكه ممكن تبقى في ضحيه جنب الضحيه الموجوده، وانت كمان بتزود نسبه شده التيار جواه. بالظبط. وجواك انت، وجواك انت المسعف ممكن يكون هو في خطوره اكتر من المريض اللي اصاب بحرق. الخطوه الاولى في الحرق الناتج عن تيار كهربائي تفصل التيار الكهربائي. الحاجه الثانيه تبص على العيان بتاعك، اذا النفس بتاعه واقف تحاول تعمله تنفس صناعي، اذا القلب بتاعه واقف نحاول نعمل تدليك خارجي وهكذا. الحالات دي من الحالات الصعبه جدا. نقطه اتنين في الموضوع ده يا استاذ طارق، المريض ده لو جالك وعنده حرق من تيار كهربائي ومفيش قدامك اي علامه تدل على انه محروق، برضه تحطه تحت الملاحظه. ليه؟ لان حرق التيار الكهربائي في مشكله تظهر بعد اسبوع اسبوعين ثلاث أسبوع، اسابيع اسبوعين يا ايه اللي بيحصل؟ ما يسمى بالاي فاسكولار نكروزس، بيحصل غرغرينه في مكان سير التيار الكهربائي، مش في كل الحالات عشان الناس ما تخافش، ولكن في بعض الحالات. يعني يجي لك المريض شكله كويس وبعد اسبوع تلاقي منطقه سوداء ظهرت في دراعه وغرغرينه ومحتاج انك تعمل عمليه وحاجه زي كده. يبقى المريض اللي ناتج عن تيار كهربائي لازم المتابعه الدقيقه ليه لفتره لا تقل عن 3 اسابيع. ليه؟ لان ممكن تحصل مشكله نتيجه دخول هذا التيار الكهربائي تبان اثار هذه المشكله بعد اسبوع 2-3. الحقيقه التيار الكهربائي من الاشياء اللي محتاجه انك ما تستهترش بيها وتكون متابع كويس ليها. حتى لو تعرضت لتيار كهربي لمده ثواني برضه لازم اتابع واشوف. لا، هي المساله مش مساله ثواني، مساله قوته قد ايه ودخل ازاي وباي طريقه. وانا كنت لابس عوازل ولا مش لابس، والمنطقه اللي واقف عليها انا واقف على ارض فيها عزل خشب ولا ارض فيها حاجات موصله للحراره. جميل. وهكذا. الموضوع مش موضوع بسهوله دي يا استاذ طارق. حضرتك كلمتنا عن لف شرائح الجلديه، انا طبعا عديت بسرعه تفاعلات النوويه، احنا ما عندناش يعني وما بنتعرضش ليها، لكن ممكن نتكلم عنها سريعا. لا، شوف التفاعلات النوويه زيها زي اللهب وزي المياه والسوائل الساخنه، لكن فيها فرق واحد، ان التفاعلات النوويه بتؤثر على عظام النخاع. فلما تاثر على العظام النخاع المريض ده، كل الاسعافات الاوليه اللي فاتت بالنسبه للهب والمياه الساخنه بالاضافه الى نقل الدم، لان هنا النخاع ابتدى يقف.
هنا هنتكلم بقى على عمليات، ثلاث عمليات مشهوره في عمليات فروه الراس. العمليه الاولى اللي هي لف شرايح، العمليه الثانيه تصغير فروه الراس، العمليه الثالثه تركيب ممددات انسجه. لو احنا بنتكلم دلوقتي قدامنا هنا منطقه فاضيه بالكامل، هنا قدامي الخط الامثل طالما ماسكه من المقدمه زي ما انت شايف في شريحه بالكامل لفه، قدامي خط بالعرض ماشي في فروه الراس بالكامل. هنا في ما يسمى هنا برضو في شريحه بالكامل ماشيه، انت بتعمل ما يسمى بالهير لاين، انت بتحاول ترجع لان بيكون نص الشعر فاضي، فبتكون الطريقه انت عايز تعمل شعر الانسان يقدر يطول ويقصر ويبتدي يسرح فيه ويعمل، ومحتاج لعمليه في وقت قصير في جلسه واحده. مريضه كبيره عندها ظروف زي ما انت شايف، ادي شريحه بتلف. انك بتاخد شريحه، المهم في العمليات دي ان كل هذه الشريحه بتاخد دم من نقطه صغيره، فانت اهم حاجه الشريان اللي انت بتوصل بيه بتشتغل بيه طبعا. فهنا دي عمليات لف الشرايح الحقيقه بتعمل نتيجه هايله جدا، لان الشعر ده بيطول بنفس الكثافه لان ده شعر المريض نفسه، بيعمل تغطيه للمنطقه اللي تم، المنطقه اللي ما فيهاش حاجه. وطبعا المريض ده ممكن بعد فتره زمنيه مش ممكن تقول ان فيه شعر. تصغير فروه الراس، الحقيقه ده تصغير فروه الراس، لما الاقي مريض زي ما بنشوفه في منطقه فاضيه كبيره وانت تقدر تشيل الشعر الفاضي وتقربها، ده ما يسمى بتصغير فروه الراس، فتقدر تشد الفروه في كذا منطقه. ربنا خالق في فروه الراس ميزه عظيمه جدا مش موجوده في اي نسيج تاني، انها تقدر تتمدد معاك بطريقه هايله جدا، فيها تركيز معين وفيها تغذيه شرايين واورده قويه جدا. يعني منطقه الراس دي فيها، يعني دايما احنا في شغلنا بنبقى حريصين جدا من النزيف في منطقه فروه الراس، فيها كميه دم عاليه جدا، زائد فيها معدل تمدد حلو قوي. فلو انت قدرت تشيل كذا منطقه فاضيه في فروه الراس ناتجه عن كذا حرق او تلف شريحه، يعني مثلا الحرق بتاع الكهرباء اللي احنا شفناه العظمه اللي كانت مكشوفه ده، لو انت مجرد انك لفيت شريحه عليه خلاص انتهت المشكله والدنيا انتهت والمشكله راحت موجوده. حاجه زي كده هو زي ما انا قلت لسيادتك، تصغير فروه الراس بيكون فيها هذه الفراغات اللي انت تقدر تعملها وتقدر تتعامل معاها. السؤال الاخير لحضرتك يا دكتور منير، كل العلاجات جراحه؟ كل لا، ما احنا اتكلمنا على الاسعافات الاوليه. لا انا بتكلم على فروه الراس. فروه الراس لو في فضيان في الراس ما فيش شعر يبقى لازم جراحه، ما فيش شعر قدامي لازم هزرع. يا هعمل شرايح يا هزرع شعر طبيعي يا هعمل حاجه. الحقيقه اهم حاجه برضو ممددات الانسجه. ممددات الانسجه دي حاجه حلت لنا مشكله كبيره قوي، زي ما انا قلت ان ربنا خلق في فروه الراس ان مقدرتها على التمدد، فانت بتزرع جهاز كويس في حته فيها شعر، انت تشوف الحته اللي فيها الشعر دي هلاليه تزرع جهاز هلالي، المتوازي مستطيلات ترجع جهاز متوازي مستطيلات، كرويه تزرع جهاز كروي. الاحجام قد تكون 100 سم او اقل او قد تصل الى 2000 سم او اكثر. بتزرع هذا الجهاز وتبتدي تحقنه، سواء كان حقن عن طريق محلول ملح زي ما انا شايف انا بعمل عمليه دلوقتي، هذا الجهاز مزروع، الولد ده دي منظر عمليته بعد شيل الجهاز. بيكون المنطقه كلها فاضيه، بتزرع جهاز في المنطقه اللي فيها شعر وتمدده، بتحقنه بمحلول ملح، يبتدي يشد الجلد السليم لغايه لما يوصل للحجم والشكل اللي انت عايزه. وبعدين تروح عامل عمليه تشيل الجهاز، شوف منظر الشعر بعد العمليه، هتلاقي الولد كل دماغه بقى فيها شعر، مع انما قبل العمليه كان نص الدماغ فاضيه ما فيهاش شعر. دي احسن العمليات اللي ممكن تتعمل، بس محتاجه وقت ومحتاجه انها تتعمل على مرحلتين، مرحله بتركب فيها الجهاز، وبعدها بشهر او شهر ونص او شهرين مرحله بتشيل الجهاز وتشيل الحته اللي فيها تليف موجود. وتكمل الجهاز. دي برضو العمليه بتاع الطفل برضو قبل وبعد الممددات الانسجه. هي ممددات الانسجه عملت ثوره كبيره في علاج حروق فروه الراس. يعني بشكر حضرتك دكتور منير، والاسبوع القادم ان شاء الله هنتكلم عن ايه سريعا؟ ممكن نتكلم عن اصبع القدم الزائد، يعني دايما في ناس عندهم 6 صوابع في رجليهم او بعض الشهوات الخلقيه الاخرى، ممكن نتكلم ايه اسبابها وانهي صباع نشيله. يعني في حالات هعرضها ان انا ممكن اشيل الصباع الاوسط او نمره 2، وفي حالات اشيل الاصبع الاخير. صحيح. ده امتى وده امتى وازاي؟ ده هنشوفه مع حضراتكم. وبشكرك شكرا جزيلا دكتور منير ويليام، كبير اطباء الجراحه التجميل في مصر. وفقرتنا الثابته اللي كل يوم سبت باذن الله هنخرج لفاصل مع حضراتكم ونعود لموضوع انا بشوف ان هو حديث الاسره المصريه اليومين دول، عوده العام او الفصل الدراسي الجديد والترتيبات، وبنشوف المنظومه التعليميه الجديده شكلها هيكون ايه بعد هذا الفصل.